المصممة حليمة الشامي، كذلك أول مشاركة لها في قفطان كجون تالون، تقدم الليلة تشكيلة منوعة بألوان مختلفة عصرية، وفي نفس الوقت حافظت فيها على شكل القفطان الأصيل. استعملت أتواب عديدة بحال ساتان دوشيس والكريب الحرير وتوب الجيبور المنزوج بالحرير. قدمت تصاميم اشتغلت فيها بالزواق ديال المعلم والطرز بالخيط الصقلي الحر مذهب ونحاسي. وألوان زاهية أخرى إضافة للطرز وتنبات بأحجار الكريستال والجوهر الحر. والمزونة على شكل ورود. ويأتي في الختام فستان من تول ديال الحرير بالبيج منبت باللون الأزرق بالحجر والكريستال. كل القطع التي تكون تشكيلة حليمة الشامي اللي كتشارك أول مرة في تظاهرة قفطان كجون تالون. استمتعنا بعشرين سنة من الإبداع في مجال القفطان على دوزان، ونلقاكم العام المقبل وإبداعات جديدة.